لازم تخلصوا منها على كل حال. من فمك لقى بالسماء يا كما يقولوا اخواننا المصريين يا اسماعيل يا بن ناصر لعبت بطولة رائعة جدا. يا ربي يا ربي يا ربي. لولا واحد فيكم يجتاز الخط. حكم اليوتيوبي يندر في حراس المرمى يجب ان تحترموا القوانين، قوانين خاصة الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم التي صارت تفرض انا ندير ديرك حراس المرمى بدرجة انا مرتاح صدقوني انا مرتاح لانه لعبنا 90 ولعبنا 120 دقيقة وادينا واجبنا. لما تأدي واجبك تكون مرتاح مهما كان الحال، لما تأدي واجبك مع منتخب بلادك ومع بلادك تكون مرتاح. رامي بن سبعيني أول من يتولى تنفيذ أول ركلة لصالح المنتخب الجزائري. رامي مدافع نادي الريال الفرنسي 24 سنة في مباراة رقم 21 مع منتخب الوطني الجزائري يسجل هدفين. رامي يستعد يعانق الكرة في أول ضربة. عايش يا بغداد مش عارف المخرج في كل مرة يرجع لناديك، ما مش حابين ننساوك ولكن حابين نخليوك ترتاح. رامي بن سبعيني وقبوه في أول رمية لصالح المنتخب الجزائري. رامي يستعد. رامي يا ربي يا ربي يا ربي. يخوفوني اليساريين اللي يلعبوا برجل اليسرى يخوفوني، طبعا ما عدا ميسي او مارادونا. اللي يلعبوا باليسرى يخوف. تحية بن ناصر. اول رميه اول هدف من رامي بن سبعين. اماره ناشمنا. على يسار الحارس رئيس وهاب الملحي بروح سجلها. خليني نقول لكم بروح. 1-1 رامي بن سبعيني وفرانك كيسي. اسلام سليماني هو الثاني. سليماني في تنفيذ ركلة الجزاء لصالح المنتخب الجزائري. الرمية الثانية لصالح المنتخب الجزائري. يلا يا اسلام. يستعد اسلام. يتقدم يا اسلام. يا ربي يا ربي يا ربي. اسلام سليماني يا سلام. يسجل الاول يحفزنا، يسجل الثاني يشجعنا، يسجل الثالث يقوينا، يسجل الرابع يطمنا، ويسجل الخامس يقلي اهلنا. ان شاء الله في هذه الرميات الترجيح اسلام سليماني اخذ كامل وقته وحطها على يمين الحارس قبو. الرمية الثانية لمنتخب كوت ديفوار. يا بني ما راناش يمنا. كورن يتولى تنفيذ الرمية الثانية لصالح المنتخب الايفواري بيسرى. خايف انت جمال؟ انا والله مانيش خايف يعني مهما كان. هو كورني هو اللي خايف. كورني هو اللي خايف. كورني هو اللي خايف. كورني ملعين. كورني حطها في الجول. يعني تعادل في كل شيء. حابين تودونا في 60 داهية هكذا. كل شيء تعادل في اللعب في الفرص في ضربات الترجيح. اصبر شوية يا رئيس. اصبر شوية يا رئيس. كورني حطها على يسار على يمين رئيس. الذي أبدع الذي خلق ضربات الترجيح هذا مجنون يعني. أندي دولور في تنفيذ ركلة الجزاء الثالثة. كنا حابين تكون الأخير يا أندي. كنا حابين تكون الأخير يا أندي. وحطها في الجول أندي دولور. يا سلام عليك. يا ربي يا ربي. كتلة قوة، كتلة إرادة، كتلة عزيمة، كتلة إصرار، كتلة جزائرية حارة وقوية جدا. هذا أندي دولور بقوة حطها على يسار الحارس قبور.
انت مبدعا اليوم رائعا. ويلفريد بوني يستعد لتنفيذ ركنة. شوف زملائه هما اللي راهم تعبانين، زملائه هما اللي وكانهم ينتظرون التضييع. بوني Bagayoko, 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 Bagayoko,